يوم 21 سبتمبر من كل عام بيتم الاحتفال باليوم العالمي للألزهايمر. وقاكم الله شر الأمراض جميعا يعني. والألزهايمر ده مرض كان ظهر سنة 1906، واللي اكتشفه كان طبيب ألماني اسمه برضو ألزهايمر، واكتشف نتيجة كده خلل عقلي أو يعني في التشريح بتاع مخ سيدة متوفية حديثا أصيبت باضطراب عقلي غير مبرر يعني، كما أو غير معتاد. فبالتالي تم التوصل إلى هذا الأمر. والحقيقة الأرقام في هذا الإطار الحقيقة محتاجة وقفة، لأن بيتضاعف عدد الأشخاص المصابين بهذا المرض كل 5 سنين، يعني كل 5 سنين الأرقام بتزيد، خصوصا بعد سن 65 سنة. من الممكن يصل عدد المصابين بالألزهايمر بحلول 2060 لثلاث أضعاف العدد الحالي دلوقتي. بنتكلم ممكن يصل إلى حوالي 14 مليون مصاب، يعني بالتالي إحنا يعني بندور في فلك حوالي 5 مليون مصاب بالزهايمر في العالم. نشوف التقرير ونرجع نعرف تفاصيل أكتر حول هذا المرض، أعراضه وكيفية الوقاية. يوم العالمي لرفع الوعي بمرض الزهايمر الذي يصادف 21 من سبتمبر سنوياً تحل عشيته في ظل جائحة كورونا، فالاحتفال هذه السنة يكتسب صفة خاصة لدى كبار السن ممن يعانون أشكالاً معينة من الخرف. بتعريف بسيط، ألزهايمر هو النسيان بدرجات متفاوتة لمن يصاب به، هو توهان بذاكرة تفقد أغلى ما فيها، مرض صنف بأنه غامض. الزهايمر الذي يصاب به قد ينسى نفسه قبل أعز الناس، تتضاعف فرص الإصابة به فوق 65 عام، يتلف خلايا الجهاز العصبي ويتطور تدريجياً بضمور في خلايا المخ السليمة لتتدهور الذاكرة والقدرات العقلية والذهنية، وقد يؤدي للخرس ومشكلات في اللغة وتقلب في المزاج العام وفقدان للقدرة على العناية بالنفس، غالباً ما ينسحب مريض ألزهايمر من الأسرة والمجتمع. في عام 2030 هناك توقعات بزيادة المصابين به ل 65 مليون حالة، العلاج به يتكلف على مستوى العالم ما يزيد على 6 مليارات، لكنه ليس علاجاً تام، وإنما لتحسين جودة الحياة بدعم الآمال لمواجهة مرض ينسيك من أنت لمن أصيب به. من مصر، محمد عبد العال.